على مدار الأسبوع الماضي للأسف يعني واجهتنا بعض التحديات التي أدت إلى توقف هذه الهدنة وعدم القدرة على تمديدها. طبعا ما زالت الجهود مستمرة وما زال التنسيق مستمر مع شركائنا سواء كان في جمهورية مصر العربية الشقيقة وفي الولايات المتحدة، ولكن طبعا ذكرنا في السابق أن هذا العمل هو عمل مكمل لكافة الجهود الدبلوماسية التي تدعو لوقف. خلال هذه القمة ناقش القادة عددا من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الحرب على غزة والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإسلامي الإنساني. وفي هذا السياق أكد القادة على أهمية استمرار جهود الوساطة وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار وضمان فتح المعابر والممرات الآمنة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية بالقدر الكافي لسكان غزة. الحقيقة السؤال يعني مو ليس كيف نحن ننسق، السؤال عندما تنسق هل تجد طرف مقابل يتعاون وإياك؟ هل تجد في الجانب الإسرائيلي فرصة أو مجال أن يفتح المعابر ويتعامل بإنسانية ويتعامل ضمن القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان الدولية لإدخال هذه المساعدات الإنسانية؟ هذا السؤال الأهم الحقيقة. ثلاث عناصر ضمن العديد من الإنجازات، ولكن الثلاث عناصر الأساسية التي حققتها هذه القمة هي التأكيد على موقف دول مجلس التعاون تجاه ما هو حاصل الآن في غزة، وضمان إيصال موقف دول مجلس التعاون بشكل واضح وجلي، وهو الأمر الذي يعني يمكن أن تطلعون عليه